الأستاذ عمران أبو خليل، مدير تربية اللاذقية، عبر الهاتف. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. يسعد صباحكم وصباح الأخوة المشاهدين. نعم، يسعد صباحك. يعني أستاذ عمران، القطاع التربوي بمحافظة اللاذقية من القطاعات اللي تضررت أيضا خلال كارثة الزلزال. خلينا نحكي تفاصيل أكثر عن الضرر اللي أصاب المدارس وأيضا الإجراءات اللي اتخذتوها من يوم الكارثة حتى الآن. اسمحي لي بداية أن أترحم لضحايا هذه الكارثة وأمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، واسمحوا لي أن أتوجه إلى معلمي سوريا الحبيبة بالتحية والتبجيل والعرفان بمناسبة عيدنا، عيد المعلم السوري. نعم، طالت يد الكارثي كل القطاعات، وبشكل خاص طالت أيضا قطاع التربية، وكان لنا نصيب كبير من الضرر. لكن بهمة شعبنا وعزيمته وهمة مدرسينا وكوادرنا في قطاع التعليم تصدينا لهذه الكارثة فعلا، وتقاسمنا الأوجاع مع بعضنا البعض. منذ اللحظات الأولى كانت مدارسنا بيوت لمن أصابه الألم ولمن فقد بيته، وما زالت حتى اليوم أيضا. وكان لدينا خطط كثيرة على كل الاتجاهات بالنسبة للعمل في قطاع التربية في مواجهة هذه الأزمة. يعني شكلنا غرفة عمليات مباشرة في مديرية التربية، انبثق عنها مجموعة من الفرق. يعني مثلا فريق كان يشرف على مراكز الإيواء اللي لجأ إلى أهلنا ويتابع متطلباتهم، فريق أيضا مثلا من الصحة المدرسية التابعة للمديرية يتابع الإصابات ويشرف على معالجتها. أيضا شكلنا فريق داعم نفسي لأهلنا وأبنائنا اللي هن بتلك المراكز، أيضا بتخصصهم مرشدين اجتماعيين ونفسيين. وشكلنا أيضا فريق هندسي بالتعاون مع المحافظة ونقابة المهندسين والخدمات الفنية يقوم بإخفاء الأضرار النازمة في المباني التعليمية، إلى جانب الفريق الإداري اللي كانت مهمته إخفاء الأضرار في الأشخاص، يعني فقدان الطلاب وفقدان وفاة المعلمين في كوادرنا فعلا في الحقيقة. يعني هذا بشكل عام. طيب أستاذ عمران، نحن بنعرف جراء الكارثة اللي خلفها الزلزال المدمر انقطع العديد من الطلاب عن التعليم، فخلينا نحكي عن هي الجزئية، كيف واجهتوها على الأرض؟ شو الجهود الكبيرة اللي قمتوا فيها؟ في الواقع صحيح، يعني المدارس تأثرت مباشرة بهذا الموضوع، ونحن كما قلت لك عندما شكلنا فريق بعد الزلزال الأول فريق هندسي زال على المدارس وكشف الأضرار وتم فرز المدارس المتضررة عن غير المتضررة. وأعلننا في الأسبوع الأول بعد الزلزال الأول أعلننا العودة إلى المدارس، لكن سرعان ما جاء زلزال آخر بقوة 6.2 ريختر، والواقع أثر أيضا على المباني التعليمية كغيرها من المباني في المحافظة. وحرصا منا على سلامة الطلاب والتلاميذ والإطمئنان أهلنا أكثر في محافظة اللاذقية، أيضا قررنا في غرفة العمليات في المحافظة تعليق الدوام لأسبوع ثانٍ وإعادة الكشوف مرة ثانية على المباني والمدارس المتضررة. وبعد أن أنجزت هذه المهمة فعلا تبين لدينا أن حصيلة المباني من أصل 1200 مبنى تعليمي موجود في محافظة اللاذقية، أن الحصيلة كانت 452 مبنى متضرر بشكل بسيط ويمكن العودة إليه مع إجراء الصيانة أثناء وجود التلاميذ، لكن كان هناك 149 مبنى متضرر لا يمكن العودة إليه قبل أن تجرى له الصيانة اللازمة. وللأسف أيضا كان 86 مبنى تدريسي وتعليمي وخاص بالمديرية التربية كان متضرر بشكل كبير، يحتاج إلى كشف لجان السلامة العامة العليا ليقرروا هل يمكن تدعيمه أم يحتاج إلى هدم لأنه يعرض الآخرين إلى الخطورة. هذا يعني وضعنا أمام تحديات فعلا كبيرة جدا، لكن يعني كنا نصل الليل بالنهار لكي نؤمن بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا وتلاميذنا. واخترنا أن تكون المدارس الآمنة المتبقية هي مركز لأكثر من مدرسة، يعني في الحي الواحد كنا ننقل طلاب وتلاميذ وكوادر
المدرسة المتضررة إلى مدرسة غير متضررة في نفس الحي، وأحيانا قد يكون في حي آخر وقد يكون بعيد، لكن العلم كما تعلمين أولوية واحتياج لابد من تأمينه. نعم، يعني كمان أستاذ عمران مثل ما حضرتك حكيت هذا جزء مهم من العمل اشتغلتوا عليه بعد كارثة الزلزال، ولكن هناك تحدي كان كبير وهو تعويض الفاقد التعليمي بعد عودة المدارس من جديد للعملية التعليمية، كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟ هلا في الواقع الى جانب الفريق الذي شكل في المديريه كدعم فريق داعم نفسي، ايضا وزاره التربيه التي كانت معنا يعني كل لحظه بلحظه ايضا كان لها دور كبير جدا في هذا الامر، وشكلوا فريق على مستوى وزاره التربيه للدعم النفسي، وكان على راس الفريق السيد وزير التربيه الذي اطلق هذه الانشطه في المحافظات الاربع المنكوبه بالتعاون مع منظمة طلع البعث واتحاد شبيب ستار ونقابة المعلمين، أطلق هذا النشاط بالمحافظة اللاذقية لكي نبدأ بالدعم النفسي لترميم الربط النفسي الذي حدث لأبنائنا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعليم والنفوس متوترة وخائفة وهلعة وقلقة إلى آخر ما هنالك. لذلك انطلقنا بهذا الأمر واستمر لفترة جيدة لا بأس بها، ثم أطلقنا الأنشطة الأخرى التي لها علاقة بتعويض الفاقد التعليمي، فمباشرة يعني كان لدينا الذي كنتم الآن تعرضون عنه، كان خلال 48 ساعة تم تجهيز مقر للتعلم عن بعد، حيث أرسلت الوزارة 100 جهاز حاسب ومستلزماتها، وكنا قد هيأنا مباشرة ليلا البنية التحتية لهذا المقر من كهرباء وانترنت وما آخذ وإلى آخره، وفعلا قام السيد الوزير بافتتاح هذا المركز الذي انطلق خلال 48 ساعة ووضع في الخدمة، الذي يوفر على مدار أربع ورديات على مدار اليوم كاملا 24 ساعة، يوفر لأبنائنا الذين حدث معهم في الجانب التعليمي يوفر لهم ترميم لهذا الفاقد، هذا على المستوى هنا. أيضا قامت المديرية باختيار فيها كثافة طلابية من المدارس الآمنة، وكان عددها 45 في الريف والمدينة في يعني على مستوى المحافظة كلها، لتعويض الفاقد التعليمي، واخترنا لها خيرة المدرسين المدربين على تكثيف المحتوى التعليمي، ولا سيما ان اصبح للوزاره باع طويل في هذا الموضوع، ولمدرسي الوزاره منذ سنوات الحرب وسنوات كوفيد 19. اكيد نتشكرك. يعني انا في الواقع الحديث يطول عما صحيح جهود كبيره عم تقوموا فيها بمديريه التربيه باللاذقيه، بنعرف قديش تضرر القطاع التعليمي جراء الزلزال، يعني مستنفرين على مدار الساعه لاستمرار العمليه التعليميه. اكيد نتشكرك، نتشكر جميع الكوادر التعليميه المستمره يعني اليوم بجميع المحافظات المنكوبه رغم كل الظروف، يعني عم تواجه تحديات جدا صعبه. يعني واجبنا هذا، واجبنا، ولا سيما يعني انا اعتذر ممن لم اذكر من مبادرات فرديه ومجتمع محلي. اكيد تحيه لهم كلهم، والى اخر ما هنالك، يعني الحقيقه الوقت ربما لا يسع. اكيد، يعطيكم الف عافيه طبعا استاذ، وموفقين وكل عام وانت بخير كمان. وانتم بخير، ومعلمي بلادي والامينين والمؤتمنين على الرساله واصحاب القيم والحارسين عليها والصانعين المهره للاجيال بالف خير ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك.